وهبطوني لحي الشهداء. في هذاك الوقت كيف اسمه، بعد ما طلعت الستار وجدت هذاك اللي يطنى هذاك، هزوا جندي على ذا اسمه على كتفه ميت، الطول تاعو من اطول العباد، وهبطوني لسمو الحي الشهداء وين موجودين المساجين. هذه القضية زيادة على اسمو على نشاط وقوة الحماس الموجود عند حملاوي، باطل المعظمة العظيمة يعني بالنسبة للنشاط تاعها هي المناضلة المجاهدة مريم بوعتورة التي كانت تحمل رشاشة في يديها، واستعملتها تنال المعركة، استعملتها إلى النهاية مسكينة. أما وموجودين زيادة على حملاوي وبوعتورة يوجد قشود محمد وسيد بوهروم، استغفر الله، لا واسمه برغود عزوز، هم عاشوا للاستخلال هما. I'm talking of the Hwasa. سبق وأن ذكرت، على كل حال الثورة هي ثورة فداء، ثورة إيمان، وبقوة الإيمان استطاعت المرأة واستطاع الرجل أن يحققوا النصر لهذا الوطن الغالي، لهذا الوطن العزيز. ومريم بوعتورة التي هي جزء من الذاكرة الحية، جزء من ذاكرة الجزائر، وبطبيعة الحال هذه قسنطينة لازالت تحمل الكثير من هذه الذكريات. فمثل ما تفضلتم هناك المعهد التكنولوجي مريم بوعتورة، هناك شارع مريم بوعتورة، لأن مريم بوعتورة لازالت أثر أعمالها الفدائية النضالية تفوح بالعطر في هذه الولاية. فإذا المرأة كان لها دور فعال في كبير، سواء في الجبال أو في المدن. وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نترحم على أرواح شهدائنا وشهيداتنا، لا يسعنا إلا أن نأمل ونتمنى لبلدنا الخير والازدهار، لأن هذا الوطن هو وطن الشهداء، هذا الوطن هو وطن التاريخ، هذا الوطن هو وطن الأمجاد. وأعتقد أنه بفضل دم الشهداء وبفضل التضحيات كل أبناء الشعب الجزائري أن هذا الوطن الغالي سيبقى غالي، سيبقى شامخ، وسوف يبقى مستمر بين الأمم إن شاء الله وبين مختلف الأوطان. هي أنت التي أنت الشهيدة مريم بوعتورة، تعودين أخيرا من شرفة جرحك الشاهق تطلين، كما تركناك هناك منذ سنين، لا ظفيرة تلف كتفا ولا كحلا في عينين، لا سوارا في معصم ولا حنة في اليدين، ما زلت كما أنت هناك حيث أنت خارج توقيتنا، خارج ساحات دورات ساعاتنا، تقيمين انتظرت زمنا يولد بعد حين. تعودين أخيرا، تأبين البكاء، تأبين العزاء، تأبين التأبين، تعودين تحملين بعض شواهد، بعض سواعد وأسماء، تفاجئين بمجيئك النازف، مجيئك الناحف، نفاجأ بك قادمة رغم أعناق الطرقات التي قطعنا، رغم الأنهار والأيام التي جففنا، رغم ذلك نفاجأ بك تأتين في ساحات أزقتنا، تقفين نتساءل كيف أمكنك تجيئين، اسمك يطلع يسطع، هي أنت التي أنت،
تعودين بطلة كما كنت وما زلت. أقسمنا لك في العهدين أنك الدماء في الشرايين، وأنك حبر الصحائف في اليدين، وأنك شقيقة ذات النطاقين. هي أنت التي أنت، أنت التي لم تحلم يوما بغير بارودة ومشرط، لم تحلم بغير بعض ربيع ومشمش وصفصاف وظل أمنية، وبغير بعض أمان من ذئاب على خيمتك والقطيع. ولذلك قررت هجر المدارس والدروس، قررت ألا تزفك عروس تتجمهرين في الشوارع، قررت تهجر المخادع، قررت تخرجين بالحلم الناصع وأنت واقفة في الزمن المضارع. هي أنت التي أنت، أنت التي في شوارعنا ومعاهدنا ومدارسنا ومجالسنا أقمت، في القصور والسرايا، في الأرياف والصحاري، في خطبنا وأشعارنا والحكايا. أنت أم الشهداء أولى القضايا، أنت التي كنت وما زلت وجهنا في المرايا، وستظلين أنت التي كنت كما كنت. اشتغل اشتغل